في تصريح له صباح اليوم أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أشار إلى زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس قبل 40 عاما، وقال نتنياهو: نحيي اليوم ذكرى مرور 40 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وإسرائيل. لقد قام الرئيس السادات آنذاك بخطوة جريئة للغاية، إنه جاء إلى الكنيست وإلى إسرائيل والشعب أجمع رحب به، ومنذ إذن يصمد السلام مع مصر رغم التحديات. واليوم تقف مصر وإسرائيل ودول أخرى في المعسكر نفسه وتخوض كفاحا عنيدا ضد الإرهاب الذي يمارسه الإسلام المتطرف بجميع فصائله على حد قوله. ويقول أيضا: وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أمن إسرائيل، وآمل أنه سيسهم لاحقا في توسيع دائرة السلام. نحن مسنين اليوم 40 سنة لبيكور الهستوري של נשיא מצרים אנואר סאדאת. نحيي اليوم ذكرى مرور 40 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وإسرائيل، ومنذ ذلك الحين يصمد السلام مع مصر رغم التحديات. اليوم تقف مصر وإسرائيل ودول أخرى في نفس المعسكر وتخوض كفاحا عنيدا ضد الإرهاب الذي يمارسه الإسلام الراديكالي في جبهات مختلفة، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أمن إسرائيل، وأمل أن يسهم لاحقا في توسيع دائرة السلام. من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان الدول العربية المعتدلة للتحالف ضد إيران، وذلك في الذكرى 40 لزيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس المحتلة تمهيدا لتوقيع اتفاقية السلام. وقال ليبرمان عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرق الأوسط اليوم في حاجة إلى مزيد من التحالف مع الدول المعتدلة ضد إيران حسب وصفه. وأضاف أن التحالف الدولي ضد داعش أنهى عمله، وبعد داعش تأتي إيران. كما وصف ليبرمان الزعيم المصري الراحل أنور السادات بالقائد الشجاع الذي عارض التيار ومهد الطريق لزعماء عرب آخرين للاعتراف بأهمية الروابط الاستراتيجية مع إسرائيل. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول السيد جمال الجمل الكاتب الصحفي. سيد جمال، أرحب بك معنا. وينضم أيضا إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أهلا بك معنا دكتور نبيل. دعني أبدأ معك دكتور نبيل. زيارة السادات قبل 40 عاما إلى إسرائيل، هل جاءت يعني بعد 40 عاما الآن، هل هي جاءت في مصلحة إسرائيل في المقام الأول، وعلى العكس تماما مصر حتى هذه اللحظة لم تجني يعني بحور السمن والعسل التي وعد بها السادات آنذاك؟ لا، هي جاءت لمصلحة مصر الأمن، لمصلحة مصر القومية ولمصلحة أمنها القومي. عندما صرح السادات في خطاب أمام مجلس الشعب أنه مستعد أن يروح إلى عقر دارهم، وكان ياسر عرفات حاضر تلك الجلسة، سأله واحد من مساعديه بعد خطابه: هل أنت جاد؟ فقال: نعم أنا جاد. وبعدين جاءت مبادرة وولتر كرونكايت الصحفي والإعلامي بمحطة CBS الأمريكية، وساهم في حمل رسائل من الحكومة المصرية إلى الحكومة الإسرائيلية في ذاك الوقت. السادات اتخذ هذا القرار لعوامل هامة: أولا عاوز يغير سياسات عبد الناصر، ثانيا أنه نجح في الحرب مع إسرائيل، ثانيا اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني كانوا ناجحين، وقبليه مباحثات الكيلو 101 ما بين الجمصي ويريف كانت ناجحة أيضا، خلافات مع الطرف الفلسطيني حول عدة أمور خاصة بالسلام. عفوا دكتور نبيل، يعني أنا لا أريد أن نسهب كثيرا في الماضي، لكن دعنا نتحدث عن الحاضر. الحاضر يبدو أنه على عكس ما تقوله، لم تأتي هذه الزيارة أو حتى اتفاقية السلام مع إسرائيل في صالح مصر. يعني واقع مثلا سيناء يقول عكس
ذلك، واقع تغيير عقيدة الجيش المصري من العدو الاستراتيجي ألا وهي إسرائيل إلى عدو آخر غير معروف وغير مفهوم، سواء كان الإرهاب أو على المستوى العربي إيران، لا يأتي في صالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدا، وبالتالي المستفيد الأول كانت إسرائيل. تفضل يا دكتور نبيل. دكتور نبيل، طيب يبدو أن الدكتور نبيل ميخائيل لم يستمع إلى تعقيبي أو ما ذكرته من سؤال آخر له، لكن أذهب إلى السيد جمال الجمل. نفس السؤال لحضرتك، من الذي استفاد أكثر بعد 40 عاما من زيارة السادات إلى إسرائيل؟ يعني الواقع بيقول مصر دولة من أقدم دول التاريخ، وإسرائيل كيان عنصري كان بيطمح لأنه يعملوا دولة يهودية بوعد بلفور. الآن يعني بعد 40 سنة بنتكلم أن الكيان العنصري حسب قرار قديم للأمم المتحدة أصبحت دولة تقود المنطقة بشكل كامل، وأقدم دولة في التاريخ أصبحت باعتراف رئيسها شبه دولة. يعني لو حبينا نعمل مراجعة للوضع السياسي ودور مصر الإقليمي والوضعية الاقتصادية والأسعار في الداخل والتأثير في المحيط العربي كل الكلام ده، فهتبدو أنه يعني سقطة السادات في إسرائيل هي البذرة التي نجني ثمارها الآن. يعني كل هذا الهوان اللي وصلت إليه مصر في كل المجالات وعلى كل الأصعدة والمستويات هي نتيجة للانبطاح أمام المشروع الصهيوني اللي السادات بدأوا فحول مصر من دولة تسعى لتنمية مستقلة ومشروع إقليمي قوي إلى دولة تابعة يعني لدول نشأت بعد ثورة يوليو نفسها، مش بعد تاريخ المصري يعني بسنوات طويلة. وبالتالي هذا الهوان لا نحتاج إلى أدلة كثيرة، لأنه يعني السلطة نفسها تتحدث عما قالت إليه مصر وعن الحالة الموجودة. كلام عن تحرير سيناء بنرد عليه الوقائع باللسان الرسمي المصري، أن سيناء هي السرطان الذي يهدد الأمن القومي المصري الآن، مش بعد سيناء، مش الحدود الأخرى مع الكيان المغتصب. في الداخل العالم الصهيوني اللي هو عالم العدو اللي درسته العسكرية المصرية طوال تاريخها، يعني يرفرف على النيل في رضاء تام وخنوع، في تغيير لفكرة أو جهل بفكرة الصراع. إذا ما كانتش السلطة عندها نوع من هذا الجهل فهي بتعمل تجهيل للمواطنين. على الأقل إسرائيل ذهبت إلى ما يسمى بالهدنة بين حربين، يعني الاستراتيجيين الإسرائيليين المفكرين العسكريين آخرهم مثلا إيهود عيلام لما عمل كتاب عن الحرب القادمة بين مصر وإسرائيل بيجزم أن سمت حرب مقبلة وأن السلام ليس نهائي وليس استراتيجي ولا كل هذه الأمور. إسرائيل تخطط لحرب، نعم. تسمي السلام هدنة مؤقتة تعيد بناء نفسها فيها وبتكمل الصراع، لكن مش بأساليب الصراع العسكري المباشر. لكن اسمح مصر تنبطح تماما سيد جمال. أيوه. يعني يبدو أيضا إذا تحدثنا عن الواقع أنه يقول عكس ما تقوله. اليوم بعد 40 عاما من زيارة رئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، تأتي بعض الأنظمة العربية وتقوم بما قام به أنور السادات قبل 40 عاما. إذن وكأن يبدو أن السادات يعني كان سابقا لعصره، سبق حتى هذه الأنظمة التي تهرول إلى التعامل مع إسرائيل ظاهرا وباطنا. سيد جمال، لأنه احنا عارفين أن المشروع الصهيوني مشروع توسعي وعدواني، وبالتالي حديث زي حديث السيسي عن توسيع كامب ديفيد ده مخطط أعلنته إسرائيل منذ تأسيسها. إسرائيل دولة بلا حدود، دولة تريد أن تتوسع، يعني هي دولة مش داخل حدود معينة وتسعى للتعايش، لا، هي تسعى لالتهام المحيط الإقليمي المحيط بها، وبالتالي ده دليل على أنها حققت هدفها. الآن لما أبص للوضع ما يسمى بدول الطوق اللي هي دول الصراع أو الدول الداعمة ماليا أو عسكريا من بعيد، يعني زي دول الخليج الداعمة ماليا أو المرحومة ليبيا والجزائر الحالية الداعمة عسكريا حسب يعني شهادات الحروب السابقة مع إسرائيل، الآن الوضع مختلف. إسرائيل هي اللي حققت أهدافها، هي اللي حققت استراتيجيتها، هي اللي بتفرض مشروعها في قبولها
داخل الإقليم، العرب بيتزللوا ويخضعوا يعني عايزين الرضا الإسرائيلي. فمن الذي نجح؟ يعني السادات بخياله القصير إذا لم يكن خائنا ومتعاملا ومنبطحا تماما أمام مشروع صهيوني أمريكي تم الإعداد والترتيب له، أنا أسلم بأنه كان يعني بريء وسليم النية، لكن ماذا قالت إليه الأمور؟ هذا هو السؤال، ماذا قالت إليه الأمور؟ ابقى معي سيد جمال، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة نابلس الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم الكاتب والأكاديمي الفلسطيني. أهلا بك معنا دكتور عبد الستار بعد 40 عاما من زيارة. أهلا بكم، تحياتي لك ولضيوفك المحترمين. نعم أشكرك. بعد 40 عاما من زيارة السادات للأراضي المحتلة، كيف ترى ذلك أو انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية في الوقت الراهن؟ يعني أستاذنا الكريم، أنت وكل الضيوف وكل المستمعين والمستمعين يعرفون إلى ما وصلنا إليه. وصلنا إلى دمار هائل للقضية الفلسطينية، تدهورت مكانة القضية الفلسطينية عربيا وعالم إسلاميا، حتى أن أصحاب القضية أيضا تأثروا بالسادات إلى درجة أنهم اعترفوا بالكيان الصهيوني أيضا، وليس هذا فقط وإنما يمسكون بمعنى أنهم يدافعون عن الأمن الصهيوني على حساب الأمن الفلسطيني. فنحن في حالة كئيبة جدا حقيقة بالنسبة فيما يتعلق القضية الفلسطينية، ليس هذا فقط بالنسبة لنا وإنما أيضا بالنسبة لمصر. يعني مصر فقدت دورها التاريخي والقيادي بالأمة العربية بعد زيارة السادات للقدس. يعني كانت مصر دائما في المقدمة، وهي التي تتبنى كل القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية. نعم عفوا دكتور عبد الستار للمقاطعة، لكن دعني فقط أنوه للسادة المشاهدين أننا كنا نبث على التردد الثاني للجزيرة مباشر، ونحن الآن على التردد الرئيسي للجزيرة مباشر. ورحب بكم بالطبع من جديد، ونحن نتحدث عن 40 عاما على زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى الأراضي المحتلة وانعكاسات ذلك على مصر وعلى القضية الفلسطينية. دكتور عبد الستار تفضل، يعني عودة إليك مرة أخرى وآسف على المقاطعة، تفضل. يعني أخي الكريم، نحن كنا متغطين بمصر، كانت هي القيادة، هي التي تجمع العرب، وكلامها دائما كان مسموعا على الأقل من الجماهير العربية. كان في هناك أنظمة عربية ترفض الدور المصري وتتآمر على مصر، لكن الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج كانت تسمع كلام القيادة المصرية، فكانت تجمعنا، كان في هناك موقف عربي موحد. الآن بعد زيارة السادات وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مصر فقدت دورها القيادي التاريخي، وبالتالي نحن تشتتنا في الساحة العربية، ونتائج هذا التشتت تراها الآن. لكن اسمح لي سيد يا دكتور عبد الستار، يعني في تسعينيات القرن الماضي السلطة الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات أيضا يعني عقدت اتفاقيات مع إسرائيل، ذهبت إلى ما ذهب إليه السادات قبل 40 عاما، وبالتالي يبدو أن السادات كان أبعد نظرا. دكتور عبد الستار، لا يا أخي، ما كان أبعد نظرا. المشكلة أن الذين خلفوا السادات لم يعملوا ما يجب من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم، فتذرعوا بالضعف والعجز الذي وصلوا إليه من أجل أن يبرروا علاقتهم مع الكيان الصهيوني. ونحن بنعرف أن العديد من الأنظمة العربية والعديد من الشخصيات الفلسطينية كانت على علاقة مع الكيان الصهيوني من تحت الطاولة، إلى درجة أن بعض الفلسطينيين كانوا على علاقة مع CIA وهم في لبنان، وهذا ليس سرا وإنما نشر بصورة فاضحة وكبيرة. يعني كان في هناك استعداد مسبق. وبعدين القيادة الفلسطينية بعد ما لما السادات تحدث عن أنه سيزور القدس، كانت موجودة في الجلسة التي كان يتحدث فيها السادات ولم تعترض. وبالتالي يعني نحن شركاء، أو الأغلب الحكام العرب هم شركاء، فكانوا ينتظروا لحظة الضعف المصرية لكي يتقربوا من الكيان الصهيوني. وهنا يجب أن أشير على أن استمرار العديد من الأنظمة العربية مرتبط باستمرار وجود الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية
طالما قدم الدعم الأمني للأنظمة العربية لإبقائها في على رأس هذه الدول. لماذا؟ لأنه تخدم إسرائيل. فبالتالي هذه الأنظمة هل ستقف مع الحق الفلسطيني أم مع استمرار نظام الحكم؟ نعم. تقف مع استمرار نظام الحكم. طبعا. أما هي كانت تخجل زمن الرئيس جمال عبد الناصر، وبعض سنوات السادات كانت تخجل لأنها كانت تعي أن العصا المصرية غليظة إذا غضبت من أجل القضايا العربية. طبعا. الآن لا في عصا مصرية ولا في حدا يهاوش. ابقى معي، يعني أنت أشرت دكتور عبد الستار إلى نقطة يعني أعتقد غاية في الأهمية، هي فقدان مصر لدورها القيادي والإقليمي في المنطقة العربية. يعني دكتور نبيل ميخائيل، لو كنت تسمعني، فقدت مصر كما يقول الدكتور عبد الستار دورها الإقليمي في المنطقة العربية، أصبحت دول أخرى هي التي تقود الآن المنطقة العربية. سيناء التي عادت إلى مصر لم تعد إليها حقيقة على أرض الواقع، سيناء منقوصة السيادة في بعض مناطق، لا تستطيع مصر أن تدخل جندي واحد أو آلية عسكرية دون موافقة إسرائيل. إذن يبدو أن اتفاقية السلام وزيارة السادات لإسرائيل هي في الأصل كانت ضد مصالح مصر القومية والاستراتيجية حتى. نعم، يبدو أن الدكتور نبيل ميخائيل لم يستمع إلى سؤالي، سنعاود التواصل معه مرة أخرى. سيد جمال، عودة إليك فيما يخص فقدان مصر للقيادة والريادة في المنطقة العربية. قبل هذه النقطة اليوم تحديدا كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في الجامعة العربية، ويبدو أننا إزاء عدو آخر يتم تدشينه ألا وهو إيران وليست إسرائيل. هل هذا تعتقد هل هذا هو نتاج لما تم بين مصر وإسرائيل خلال 40 عاما الماضية؟ هو مش نتاج، هو مظهر لمظاهر الأزمة. محاولة تهميش مصر ما بتقتصرش على تبديل العدو، لأنها كمان صنعت أعداء في الداخل. الحديث مش عن إيران لوحدها، الحديث كمان عن الإسلام باعتباره يعني خطر داخلي تحت مسمى الإرهاب يهدد المجتمعات العربية والإسلامية نفسها. يعني تصنيع، أنا أتأسى جدا عندما أجد في الأخبار تعبيرات من نوع مقتل 20 جهاديا. تعبير الجهاد، تعبير اللي نشأنا عليه كمعارضة، تعبير الكفاح المسلح في العالم، يعني جيفارا لو عاد الآن لكان في سجون كل الدول اللي موجودة في المنطقة وفي قطاعات كبيرة من العالم. يعني فكرة الكفاح المسلح للدفاع عن الحقوق أصبحت كده تحت التعبير الغائم المسمى إرهاب، هي عدو الأنظمة تتبارى في محاربته في الداخل. وبالتالي حجم التسليح وحجم القوة التي يمكن أن تتوفر لأي نظام عميل أو تابع للمشروع الغربي والصهيوني هو بيتم إنفاقها وتوجيهها للداخل. يعني هي قصة أنه مش فقط إيران، وإذا تم التهدئة مع إيران ستنشأ عداءات مع دول أخرى موجود. لكن الآن لأن السعودية يعني دائما هناك كان صراع العراق ويعني بغداد الرياض القاهرة، من هي الدولة القائد ومن هي الدولة الكبرى التي تدير، وكان يعني نشأة الدولة السعودية المملكة يعني كانت في نطاق المشروع الغربي ده لكي تقوم كرديف بدور إسرائيل، فأصبحت يا للعجب يعني اللاعب الأساسي في المنطقة للقيام بالدور المشروع الغربي والصهيوني. وبالتالي فكرة تصنيع إيران كعدو يعني منذ الثورة الإسلامية في إيران نشأ وتربى في الجزيرة العربية تحت رعاية الرياض، والآن تجني به يعني تل أبيب كل المكاسب لإغماض العين عنها وعن مشروعها التوسعي في المنطقة والتخريب اللي بيتم على إيد نتنياهو والقادمين من الحكام الجدد. طيب ابقى معي سيد جمال، ينضم إلينا الآن من الأراضي المحتلة سيد شلومو جانور الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي. سيد جانور أرحب بك معنا. مساء النور. مما تبعناه أن التلفزيون الإسرائيلي كان قد أعلن أن الحكومة الإسرائيلية حاولت أن تدعو أو دعت بالفعل زوجة الرئيس الراحل أنور السادات سيدة جيهان السادات لأن تكون ضمن الاحتفالات يوم الأربعاء القادم
لمرور 40 عاما على زيارة السادات إلى الأراضي المحتلة، لكنها رفضت ذلك وكثير من الشخصيات المصرية رفضت ذلك. هل هذا يعني أن حتى هذه اللحظة كثير من المصريين غير راضين عن فكرة التطبيع مع إسرائيل سيد جانون، حتى ومنهم يعني زوجة أنور السادات بنفسها؟ للأسف الشديد لم تلبي أي شخصية مصرية مرموقة الدعوة الإسرائيلية لحضور المناسبة المشتركة لإسرائيل ومصر بمناسبة 40 سنة لزيارة الرئيس أنور السادات لمدينة القدس. ولكن مع بالرغم من هذا الأسف فإسرائيل ستحتفل بهذه المناسبة العطرة، لأنها هي مناسبة تعبر عن مصلحة عليا مشتركة ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا لمصر، وهي فاتحة أيضا لسائر شعوب منطقة الشرق الأوسط. علينا نذكر بأن الأسس التي وضعها الرئيس السادات قبل 40 سنة لا تزال ثابتة وقائمة، برغم أن السلام يوصف بأنه سلام بارد ويقاطع من قبل الشخصيات، ولكن أي سلام بين الحكومات وليس بين الشعبين. ومع ذلك معاهدة السلام هي مصلحة عليا للطرفين، والتاريخ والواقع يشهد على هذا. يعني للطرفين هذه يبدو أن أمر مشكوك فيه، ممكن يكون لطرف الأنظمة لكن لا يبدو أنه كان في طرف يعني في لفائدة الشعوب أو لفائدة هذه الدول. لكن على أي حال يعني نتنياهو عندما يتحدث اليوم ويقول أن مصر وإسرائيل ودول أخرى يقفون في نفس المعسكر، ما المقصود أن مصر وإسرائيل ودول عربية أخرى تقف في نفس المعسكر الذي تقف فيه إسرائيل الآن؟ لا شك أن هناك مخاطر تهدد أمن المنطقة وأمن العالم بأسره، وتهدد إسرائيل ومصر وسائر الشعوب العربية وعلى رأسها إيران وأيضا الإرهاب. وهذه المخاطر تقودها إسرائيل بالتعاون المشترك مع مصر لمواجهة هذه التحديات وهذه المخاطر لكبح جماح هذا الخطر الذي لا يهدد إسرائيل، فإسرائيل بوسعها أن تصد هذا العدوان كما وهذه المخاطر كما هو قائم وهو مشهود. بمناسبة الحديث عن الإرهاب سيد جانور، كثير من الشعوب العربية ترى أن ما تفعله إسرائيل داخل الأراضي المحتلة الآن هو عين الإرهاب بنفسه، إن لم يكن كم هو أيضا المتسبب في ظاهرة الإرهاب. سيدي هذه بمثابة دعاية، ولكن إذا نظرنا إلى موضوع الإرهاب فممكن نرى أن الإرهاب هو ليس وليد يد إسرائيل بل وليد الحركات الإسلامية الأصولية سواء السنية أو الشيعية، ومصدرها هو مصدر واحد وهو إيران. إذا أخذنا بعين الاعتبار كدولة مصدرة للإرهاب، وأيضا إذا أخذنا العناصر الإسلامية الراديكالية المتطرفة في السنية، وخذ على سبيل ذلك ما نشهده في العراق، ما نشهده في سوريا، ما نشهده في ليبيا وفي اليمن وفي أماكن أخرى. يعني أليس ما تقوله الآن، هل ينسحب عليكم، هل ينسحب على جماعات الهجنة التي كانت في يوم من الأيام تقتل الفلسطينيين وتطردهم من أراضيهم، ولم تقولوا في ذلك الوقت أن هؤلاء من الإرهابيين لأنهم يروعون الآمنين في بيوتهم؟ يعني لماذا تصفون كثير من الحركات الإسلامية التي من الممكن أن تكون ضد الاحتلال الإسرائيلي الآن بأنها إرهاب؟ أليس هذا هو حق مشروع قررته يعني المواثيق الأممية في الدفاع عن الأرض والوقوف أمام الاحتلال أيا كان؟ سيدي هل إقامة مثلا الدولة الإسلامية هو موضوع حق ضد مين؟ ضد شعوب وضد دول عربية قائمة مستقلة ولها شعوب، ولكن طيب هل هذا هو ليس هو طيب وأنتم سيد جانور تقيمون الدولة الإسرائيلية، أنت رافض لمن يقيم أو يقول على يعني على إقامة الدولة الإسلامية، ألستم تقيمون الدولة الإسرائيلية؟
حسب وثيقة الاستقلال، وأيضا إذا سبقنا الدولة اليهودية عفوا إذا أخذنا حتى وعد بلفور وإذا أخذنا حتى قرار التقسيم، فقرار التقسيم دعا إلى إقامة دولتين، دولة لا يهودية. أنتم يعني أنتم اعتمدتم فكرة أن إسرائيل هي دولة يهودية ويهودية الدولة، وهذا ما يؤكد عليه اليمين الإسرائيلي مرارا وتكرارا وعلى رأسه بنيامين نتنياهو وليبرمان. سبق موقف اليمين أو الحكومات اليمينية التي تدعي أنها حكومة دولة يهودية، سبق ذلك وثيقة الاستقلال الإسرائيلية عام 48 التي وضعها بن غوريون وهو ليس لا يعني عفوا أنت تقول أن الإرهاب هو من يريد إقامة الدولة الإسلامية، أليس أيضا إرهابا من يريد إقامة الدولة اليهودية؟ يعني هذا بذاك إذا صح التعبير. لكن على أي حال سيد جنرال دعني أخذ منك معلومة فيما يخص مصر وإسرائيل ودول أخرى، ماذا يعني إلى من كان يشير نتنياهو عندما قال أن هناك دول أخرى بجانب مصر تقف مع معسكر إسرائيل أو في نفس المعسكر مع إسرائيل؟ لا 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 سر، فهناك الدول المعتدلة التي تواجه مصاعب وتواجه تهديد من قبل إيران وتواجه أيضا تهديد من قبل المنظمات الأصولية الإرهابية، وهذا لا سر بأن من ضمن هذه الدول أيضا السعودية ودول الخليج وأيضا كل دولة أخرى معتدلة وهي تقع في دائرة الدول المستهدفة من قبل الإرهاب. شكرا جزيلا. ومن قبل إيران. شلومو جانورا المحلل السياسي الإسرائيلي كنت معي عبر الهاتف من الأراضي المحتلة. مشاهدينا الكرام، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في لقاء جمعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل الماضي، قال إنه سيدعم المساعي الأمريكية لإيجاد حل لقضية القرن في إطار صفقة القرن على حد وصفه. فلنتابع النقطة الثانية أو الموضوع الثاني في خامة الرئيس، حتى جدوني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرض في صفقة القرض، لأنه متأكد أن خامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها. سيد نبيل ميخائيل، هل تعتقد أن مصر الآن بشكل أو بآخر يعني لديها اتفاق في الرؤية مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى على إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية تحت ما يعرف ويقال عنه صفقة القرن، أو كما قال السيسي صفقة القرن؟ دكتور نبيل، أولا أعتذر لفشل الاتصال مرتين، لكن يعني دلوقتي أقدر أساهم بالإجابة. نعم، هناك رؤية إلى حد كبير لها أرضية مشتركة ما بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وعدد من الدول العربية على ضرورة حل القضية الفلسطينية. يعني السادات نفسه كان بيقول حرب أكتوبر هي آخر الحروب. يعني للأسف إن موضوع القضية الفلسطينية اللي بدأ بجزئية مفاوضات الحكم الذاتي مع مبادرة السادات ما زال متعسر ومجهد بعد 40 سنة، يعني ده أمر يعني صعب. لذلك أقول إن هناك رؤية مشتركة لتحقيق السلام، لكن زي ما التعبير في اللغة الإنجليزية بيقول إبليس في التفاصيل، هناك خلافات مصرية أمريكية إسرائيلية عربية، يعني طرف مصري عربي من جهة وطرف إسرائيلي أمريكي من جهة أخرى، ولو إن هناك أصوات في أمريكا بتطالب بحقوق أكتر للفلسطينيين حول كيفية وشكل ومضمون وهيئة الدولة الفلسطينية التي ستقام. أنا في رأيي أن صفقة القرن قد تتعثر وجوز بنت ترامب نفسه جاريد كاشنر ضالع فيها لو لم يكون هناك تعريف محدد وقاطع لقضية المستوطنات الإسرائيلية، لأن الفلسطينيين هيشتكوا بأن سيادتهم على دولتهم منقوصة وغير كاملة. ولو رجعنا الأحداث الماضي دي نقطة الخلاف ما بين أنور السادات ومحمد إبراهيم كامل وزير خارجيته ورفيقه في قضية أمين عثمان وغيره. فنعم هناك رؤية مشتركة، لكن التفاصيل تعطي مصر مواقف مخالفة لمواقف إسرائيل
والورقة الأخيرة هي في أيدي الفلسطينيين. طيب. لأن هم اللي حقبلوا أو يرفضوا صفقة القرن. ابقى معي دكتور نبيل. يعني فقط تنويه أننا نعرض صور كثيرة لنتنياهو مع زوجته، والذي يقف بجواره هو حازم خيرت سفير مصر لدى إسرائيل مع زوجته أيضا في إحدى الاحتفالات السابقة. دعونا نذهب الآن إلى زميل عمر فياض، سيعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدينا فيما يخص هذا الموضوع. إليك عمر. نعم. شكرا لك أحمد. إذن سألنا الجمهور عن رأيهم في طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية الآن، وتحديدا تغريدة نتنياهو التي يتحدث فيها عن أن مصر وإسرائيل في خندق واحد كما وصف في التغريدة. نبدأ مع هذا، مع جزء من التعليقات من على فيسبوك، وهذا التعليق لرضا يقول: الشعب المصري أكيد يكره ما يسمى بإسرائيل، ولكن الحكومة المصرية للأسف لها رأي آخر، فهي على علاقة وطيدة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. نذهب إلى الرأي التالي لجمال يقول: مصر هي الشوكة الوحيدة في حلق إسرائيل والقيادة العسكرية المصرية، تمشي بمبدأين، الأول ديني والثاني عسكري. أما الديني، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن عدتم عدنا. أما العسكري فنحن نتدرب كأننا نقاتل، لأننا سنقاتل كما تدربنا، ويد تصافح والأخرى على الزناد. هذا ما يقوله جمال وهذا رأيه. نذهب إلى التعليق التالي. مصطفى خليل يقول: لم تعد مصر وحدها، بل أغلب الدول العربية محكومة من متصهينين وولائهم لإسرائيل، كما يصف مصطفى. التعليق التالي لجلال يقول: الكثير من الحكومات العربية تقيم علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لن يكون هناك تطبيع مع الشعوب، أي أن الأمر كله مؤقت كما يصف جلال. نذهب إلى هذا الرأي لسعيد يقول: الله يستر علينا، هو ضل حدا مش معهم، الكل معهم من النيل للفرات، وهذا شيء محزن. والأكثر حزنا هو تجهيلنا أو جهلنا بما أو سميها كما شئت، في النهاية تجهيل الشعوب أو جهل الشعوب، سواء كان الجهل متعمد أم هو موجود في الشعوب كما يرى سعيد. نذهب إلى هذا الرأي لمنار تقول: بصراحة كل العالم أصبح معسكر واحد، والحقيقة لا يعلمها سوى الله. التعليق التالي لمحمد مشالي يقول: فعل الحكومة المصرية لا يعبر عن حقيقة العداء بين المصريين واليهود، ولو الانتخابات جابت رئيس يعبر عن إرادة المصريين أكيد مستحيل هيكون ده تصريحات حكومته. نذهب إلى رأي آخر لمصطفى يقول: عسكر مصر وإسرائيل في خندق واحد ومصلحتهم واحدة، لأن اليهود يعتمدون على العسكر المصري في حفظ أمنهم وحماية حدودهم وحصار من يهدد أمنهم وتنفيذ ما يطلبون مثل تدمير سيناء. أما عسكر مصر فيعتمدون على إسرائيل في بقائهم في السلطة، كما يرى صاحب التغريدة مصطفى. محمد سعيد يقول: السلطة في مصر، لكن الشعب المصري يعتبر إسرائيل العدو الحقيقي له، أي إذا كان هناك أي تعاون أو تطبيع فهو من قبل السلطة كما يرى. محمد مجدي يقول: منذ كامب ديفيد هم في نفس الموقع، الأمر لم يتغير كما يرى مجدي. رضا، إذن أول تعليقات الفيسبوك، الآن ننتقل إلى تويتر وما عليه من بعض التغريدات. إذن الكثير من التفاعل حول هذا الموضوع يلحظ دائما على مواقع التواصل الاجتماعي. خليل يقول: نظام مصر وأنظمة أخرى عربية تجاوزت الكيان الصهيوني في الإجرام. هنا يتحدث عن أفعال الأنظمة، بعض الأنظمة العربية. خليل يعود مرة أخرى، هو إذن يقول نفس التغريدة التي استعرضناها. نذهب إذن، يبدو أن هناك خلل في استعراض بعض التغريدات الباقية، ولكن موجودة على صفحاتنا كلها على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم الدخول والتفاعل أيضا وإثراء النقاش على صفحاتنا، سواء على الفيسبوك أو على تويتر، وسنقوم بالرصد مباشرة إن شاء الله، إما في هذه النافذة المسائية أو في هاشتاج. أعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد. إليك أحمد. شكرا جزيلا عمر. ومنك أعود إلى ضيفي في فلسطين، تحديدا نابلس، الدكتور عبد الستار قاسم، والحديث حول صفقة القرن وما يقال حول إنهاء القضية الفلسطينية بشكل نهائي. للحقيقة لا تتوفر معلومات لدينا حقيقية حول هذا الأمر، وكيف تنتهي القضية الفلسطينية وعلى أي شيء. دكتور عبد الستار، لو لديك في هذا السياق أي معلومات أرجو أن تطلعنا عليه. أولا بداية أخي الكريم، أريد أن أعلق على كلام جانوك. تفضل فن. هو يتحدث عن الإرهاب. الاحتلال بحد ذاته وبالتعريف هو الإرهاب، لأنه ممارسة القوة على المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية، هكذا هو تعريف.
وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وأيضا وزارة الدفاع الأمريكية. فإذا كنا نتحدث عن الإرهاب، أول ما يجب أن نتحدث عنه هو الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وبعد الاحتلال لا يوجد إرهاب. يعني كله يتضاءل ويتواضع أمام الإرهاب الصهيوني. هم يلصقون الآن التهمة لإيران بالإرهاب، إيران هي التي تدعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ولولا الدعم الإيراني للبنان وفلسطين لما استطاعت المقاومة أن تصد 3 أو 4 حروب متتالية على لبنان وعلى قطاع غزة. فشكرا لهم، هم ليسوا إرهابيين، هم يساعدون الذين يبحثون عن الحرية ضد الاحتلال، وهذا هو المنطق السليم. على الرغم من أن بعض الدول العربية تجرنا لمعاداة إيران، إيران جارة وليست عدوة لنا، ويجب أن نحسن علاقاتنا مع كل جيراننا ما عدا الكيان الصهيوني. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أنا أخي الكريم أطمئنك، فلسطين ستتحرر، والكيان الصهيوني عمره قصير في فلسطين، هو لن يبقى. على الرغم من كل التهتك الموجود الآن في الساحة العربية، إلا أن الأوضاع في مواجهة الكيان الصهيوني أفضل بكثير مما كان. نعم، يعني دكتور عبد الستار أنا أتأسف منك، الوقت يكاد يكون بالفعل قد انتهى، يعني وآسف على مقاطعتك، لعل الحديث يكون له يعني استكمال في مرة أخرى. دكتور عبد الستار قاسم الأستاذ الجامعي، كنت معي عبر سكايب من نابلس بفلسطين. أتحول سريعا إلى السيد جمال الجمل، يعني اسمح لي في سؤال سريع وإجابة أيضا سريعة. هل السيسي يحاول أن يكون سادات آخر، ولكن هذه المرة على حساب القضية الفلسطينية؟ لا، السيسي تجاوز ذلك كثيرا. السيسي بيلعب صراحة لصالح المشروع الصهيوني والأمريكي بلا مواربة. يعني السادات كان يستخدم خطاب آخر الحروب وخرافات من نوع الرخاء والسلام القائم على العدل، لكن السيسي الآن يقدم خطابا انبطاحيا مكشوفا جدا لصالح المشروع الصهيوني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أو سيد جمال الجمل الكاتب الصحفي، كما أشكر ضيفي من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل الأستاذ بجامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم، بعد الفاصل نواصل المسائية، وفيها الجبهة الوطنية المصرية تدعو لمحاكمة السيسي لتفريطه في مياه النيل. ابقوا معنا.